اهلا بس عليكم، انا محمد كمال بتاع افلام. واخيرا نزل الاعلان الصغير، التيزر الصغير يعني، من مسلسل لا كازا دي بابيل سيزن 5 والسيزن الاخير اللي هنتكلم عنه ونتكلم عن معلومات هينزل امتى وهينزل على جزئين ازاي وكل الحوارات دي. وفي نفس الوقت يا جماعه مش هكدب عليكم، انا شفت التريلر امبارح ونزلته على الصفحه، فانا هتفرج عليه معاكم للمره الثانيه، وانا الصراحه ما شفتوش اكتر من مره. وكده كده هنتكلم عن كل الديتيلز وكل الحوارات دي. وطبعا بتوع افلام اللي هنا في الشانل عارفين مدى حبي وعشقي لهذا المسلسل، وانه من المسلسلات الواحد بيحب يتابعها وبقى متعلق بيها جدا، ومن انجح المسلسلات في تاريخ نتفليكس ده كده كده، ويعتبر برضو من اكتر المسلسلات اللي هي شعبيه في كل حته في العالم. اتمنى منكم يا بتوع افلام قبل ما نبتدي حلقه تدوسوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو اول مره، وطبعا عايزكم تشتركوا على انستغرام بيج والفيسبوك بيج وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقه اول باول. ويلا بينا نخش في الحلقه. طبعا يا جماعه قبل ما ابتدي حلقه، اتمنى كل الشفاء العاجل للفنان اللي احنا بنحبه كلنا، شريف دسوقي عم سباعي اللي امتعنا كلنا في مسلسل بميت وش، وابتدت الفرص قدامه يعمل ادوار كتير، ونتمنى فعلا من كل قلبنا يعني، امبارح كان الخبر مضايقنا كلنا، ونتمنى طبعا الشفاء العاجل ويرجع تاني يكسر الدنيا. وربنا معاك وكل الدعم ليك، وكل بتوع افلام معاك كده كده، ابعتوا له رسائل كده بتوع افلام ايه دعم وحب وقد ايه انتوا بتحبوا الممثل امتعنا ده. نخش دلوقتي على مسلسل لا كازا دي بابيل سيزون 5. بصوا يا جماعه مبدئيا كده احنا هنبتدي بالتريلر، هنشوفه مع بعض، وهنتكلم عن اغلبيه التوقعات اللي الناس توقعوها من ساعه المسلسل ما ابتدى اساسا، والتوقعات اللي زادت اكتر خاصه ما الواحد شاف التريلر. فنشوف التريلر بس الاول، بس معلش الموبايل هنا. يلا بينا بتوع افلام، هبتدي تريلر دلوقتي. 3 2 1 الدنيا خربانة من الآخر. طبعا هو مفيش ديتيلز كتير، هينزل تريلر تاني اكبر وفيه تفاصيل اكتر واكتر عن المسلسل واللي هيحصل في السيزون الجديد، لكن كاعلان احداث ما حصلش فيها حاجه غير ان كل الناس او اغلبيه الناس اللي شافوا التريلر او شافوا التيزر الصغير ده قالوا ايه، من بتوع افلام طبعا ومحبي مسلسل لا كازا دي بابيل، قالوا هي هتبقى نهايه ماساويه، كل الناس هتموت بالبروفيسور او اغلبيه التانيين مثلا هيخشوا السجن، بس في مجزره هتحصل او نهايه حزينه محدش كان عاوزها الصراحه. هتسالني يا ابو حميد ايه رايك، متوقع ايه؟ هقول لك متوقع يعني. بص يا جماعه، في ثيري او في نظريه كانت اتقالت في الاول خالص في ارتكل كده على الانترنت بعد نزول اساسا سيزون 2، يعني حتى قبل ما ينزلوا سيزون 3 وسيزون 4 كان في ارتكل كده مكتوب ان بصوا يا جماعه القصه كلها هتبقى عباره ان طوكيو زي ما انتم شايفين كده في المسلسل ان هي الناريتر او اللي هي اللي بتحكي القصه، هي اللي بتلاقيها في الباك جراوند كده بتتكلم، فهي ممكن تكون كل ده قاعده في السجن بتحكي لمسجونه ثانيه مثلا كل القصه بتاعت لا كازا دي بابيل وازاي كل التيم بتاعها مات مثلا. وطبعا لما قريت الارتكل ده قلت ايه الماساويه دي، بس يعني مش عايز اقول لك اني انبسطت، واكيد ما حدش هيبقى مبسوط ان حد من التيم الامور بتاعنا ده ان هم يعني يموتوا، بس هي الفكره في ايه، تبقى واقعيه شويه يعني، فكره برضو انك انت تخرج من العمليه دي برضو طالع غني ومليونير مليونير وكل واحد بقى يروح البهاما ويجي قبله جزيره وكل الكلام ده، مش هتبقى واقعيه خاصه ان هم بقوا مجرمين كوكب الارض كلهم عارفينهم، فلو راحوا اي حته او اكيد هيعرفوا يقفشوهم يعني يوم ما. بس انا مش عايز اسبق الاحداث، واتمنى ان هي دي ممكن تكون حركه من نتفليكس ان هم ايه ينزل لك الاعلان ده بحيث ان كل الناس تقول ايه ده، دي الناس كلها هتموت وتطلع في الاخر نهايه سعيده مثلا او نهايه غير متوقعه بالمره، وده اللي احنا اتعودنا عليه في لا كازا دي بابيل خاصه في اول 2 سيزون. اما هتسالني بقى على الناحيه الثانيه يا ابو حميد، ايه رايك في فكره ان هم هيقسموا السيزون على 2؟ وللاسف عايز اقول لكم ان المعلومات اللي عرفتها ان هم هيبقوا 4 حلقات، ايوه، يوم 3 سبتمبر يعني 3/9، واربع حلقات كمان يوم 3 ديسمبر، ودي من الاخبار اللي مضايقاني جدا، واتمنى ان هي ما تبقاش صح، اتمنى يعني على اقل واجب. يا جماعه انتوا لو تفتكروا السيزون اللي فات احنا كنا متضايقين ان عدد الحلقات قلت عن السيزونز الطبيعيه او ان عدد الحلقات طبيعيه، انا
انك انت تقلل لي كمان وتخليهم اربع حلقات واربع حلقات في السيزونال فينالي النهائي الاخير لكازا دي بابيل، لا. انا كاحمد كمال كواحد طماع شويه كنت عايز اشوف مثلا 8 حلقات هنا و8 حلقات هنا اقل واجب، لكن اربع حلقات هنا واربع حلقات ويبقى المجموع على بعضه 8 حلقات مش عاجبني الموضوع ده. ومش عاجبني برضو يعني هي دي يا جماعه برضو في الاول في الاخر هي فلوس، الفلوس حلوه وجميله، ليه لكازا دي بابيل السيزون الاخراني اطلع منه فلوس مره واحده طالما ان انا ممكن اطلع منه فلوس مرتين؟ هي نظريه كانتاج براحتهم، هم عايزين فلوس، بس كجمهور ومتابع لا، كنت اتمنى سيزن كده اخراني فينالي يتشاف كده مره واحده. التقسيمه دي مش عجباني ودي وجهه نظري الشخصيه. اتمنى طبعا بتوع افلام تحت في الكومنتات يقولوا لي وجهه نظرهم، يعني انتوا حابين الموضوع ده ولا لا، ولو حابين طبعا ايه براحتكم واكتبوا لي ليه حابين الموضوع ده. وبتوع افلام بقى الاصال جدا اللي على قديمه عارفين طبعا ان انا من اوائل الحلقات في البرنامج هنا لما اتكلمت عن لكازا دي بابيل كان عندي امنيه برغم ان من سيزون 2 برلين مات ان برلين يرجع. وهل يا ترى برلين هيرجع؟ يعني بص انا كل سيزون اقول لكم برلين هيرجع باذن الله، يا ترى باذن الله هيرجع. السيزون اللي فات طبعا رجع از فلاش باك، هل يا ترى ممكن يكونوا في الاخر كل ده مخبيينه مثلا وعملوا معايا زي ما عملوا مع ريو كده مثلا في السيزون اللي فات ان هم كانوا واخدينه في حته عرفوا منه كل المعلومات والحبشتكنات دي؟ ده عارف تحت في الكومنتات ناس كتير قالوا لي يا ابني ده دخل فيه بتاع 350 الف رصاصه في وشه وفي بطنه وبتاع. يا جماعه عادي، يعني في حاجات كتيره ممكن تتعمل بالكتابه الصايعه والصياعه كده، ممكن في حاجات كتيره جدا غير مقنعه في لكازا دي بابيل، بس يعني عارف ان هي انا نفسي برلين يرجع من الاخر يعني، ودي وجهه نظري برضه. اما عن الناس اللي ما بيحبوش المسلسل، عشان في طبعا ناس كده على قديمه خالص ليهم في المسلسلات من زمان قوي بيقولوا ان لكازا دي بابيل دول اللي بيحبوه عيال جيل لسه لكازا دي بابيل كده وايه الفكسانه دي. انا عايز اقول يا جماعه الصراحه يعني انا شايف كده ان لكازا دي بابيل من المسلسلات اللي خلت ناس كتيره جدا من عشاق الافلام وبيحبوا السينما والتلفزيون وكل حاجه، المسلسل ده خلى ناس كتيره فعلا تبتدي تتفرج على مسلسلات. انا واحد منهم، انا بعترف لك اهو قدامكم، انا واحد كنت بتاع افلام بحب الافلام فقط لغير، وضد نظريه ان انا افضل متابع مسلسل من اوله بقى وتسعة سيزنز ومش عارفه ايه وايه الحوارات دي ويا وكده وكل الكلام ده. اول ما ابتديت في لكازا دي بابيل قلت لا، المسلسلات دي ليها رونق تاني وشأن خاص وحاجه جامده جدا، فانا ادين للكازا دي بابيل الحوار ده. وادين نفس الوقت يا جماعه اللغه الاسبانيه جميله جدا، المسلسلات الاسبانيه فتحت علينا من بعد لكازا دي بابيل مسلسلات اسبانيه كتيره جدا، واكتشفنا قد ايه اعمالهم حلوه قوي. واه طبعا معاك جدا، المسلسل ده لو كان وقف عند سيزون 2 كان هيبقى ليه قيمه اكبر وكان هيبقى رونقه كده حاجه تقيله قوي. ايه المسلسل اللي خطف العالم ده في 2 سيزونز بس؟ بس طبعا الفلوس تجيب فلوس وكل حاجه، بس في الاول وفي الاخر سيزون 3 ما اتضايقتش منه خالص، عجبتني الاحداث وكانت سخنه جدا، ولو تفتكروا كانت نهايته كنت على كليف هانجر اللي هو يا هتستنى نستنى بقى من السنه للسنه. كان من وجهه نظري السنه اللي فاتت اللي هو سيزون 4 كان اقلهم ككل سيزونز اللي قبليهم، بس اتمنى من كل قلبي بجد، مش عارف حسيتها جمله هاني شاكر جدا، بس ما علينا، اتمنى من السيزون الفينالي ده يكونوا اتعلموا الدرس بتاعه الكتابه بتاعه السنه اللي فاتت، لان حصل في سيزون 4 حاجات كتيره رخمه قوي الصراحه، وحاجات فيها مط وحاجات فيها اللي هو لا مش ده بروفيسور وحاجات كده عكس العادات والتقاليد بتاعه الشخصيات اللي احنا اتعلقنا بيهم. فهل يا ترى سيزون 5 ممكن ده سؤال ليكم يا بتوع افلام في اخر حلقه، ممكن لكازا دي بابيل السيزون اللي جاي والاخير باذن الله هل يكون هو افضل في كل السيزونز اللي فاتوا؟ سيبوا لي رايكم تحت في الكومنتات، دي اهم حاجه. وكده كده باذن الله لما يتعمل تريلر اكبر هنعمل برده ان شاء الله رياكشن. واتمنى من بتوع افلام، اتمنى طبعا لو عجبتكم الحلقه دي دوسوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو اول مره، وطبعا عايزكم تشتركوا على انستغرام بيج وفيسبوك بيج، دوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقه اول باول. واحلى مسا عليكم. اخيرا واخيرا وايه بقى السيزون الفايف السيزون الفايف اصلي قليل جدا اتكلم عربي. لا لا بقول لك ايه، ما تطلعش معايا في الكادر عشان بيبان فرق طول.